كانت مفاجأة لكثيرين، ولكنها بالنسبة لنا في هيئة علماء المسلمين وعدد من القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية لم تكن مفاجأة. وضعت هذه الثورة حجر الأساس لإحداث تغيير ما في العراق. طبيعته، كمه، زمانه، هذه متروكة للزمن. رصدنا بأن هناك تغيرا في المزاج الدولي في التعامل مع ما يجري في العراق. ماذا يمثل قتل قاسم سليماني وكذلك الكره الذي يحمله العراقيون تجاه هذا الشخص؟ مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري ضيف الحلقة القادمة من برنامج لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.